تحدثتم سابقا عن رفضكم لتدويل هذه الأزمة، الأزمة السودانية، هل هذا ينطبق على المستوى العربي أم أننا نتحدث عن المستوى الغربي فقط؟ نحن نرحب دوما بالمبادرات الوطنية، المبادرات الإقليمية، إذا كانت عربية إذا كانت أفريقية، هذه هي نظن أنها هي الأقرب إلى وجداننا، وهي الأقرب والأفهم، التي تفهم طبيعة مشاكلنا وطبيعة معالجتها. لكن إذا كانت هنالك مبادرات أخرى يمكن أن تساعدنا في أننا نوقف هذا النزيف، نعيد الحياة إلى طبيعتها في السودان، حتما سنمضي فيها. ولكن ماذا كنتم تقصدون برفضكم لتدويل هذه الأزمة سيادة الفريق؟ نحن نريد أن نتحاور كسودانيين. الجهات الأخرى يمكن أن تسهل هذا التفاوض، لا نريد من أحد أن يملى علينا شروط، لا نريد أن أحد أن يفرض علينا رؤية معينة. نحن كسودانيين نعلم ونعرف مطلوبات السكان، مهام المواطنين، مشاغلهم، كيف يمكن أن نعالجها. طيب، على المستوى الغربي والدولي أيضا نعلم الآن أن جو بايدن ربما استخدم ورقة العقوبات، برأيك هل هذه الخطوة الأمريكية قد تكون كافية للضغط على الدعم السريع؟ نحن نظن أن العقوبات ربما يكون لديها تأثير، لكن الآن نحن نريد تأثير على الأرض، نحن نريد أن نوقف هذا القتال، نريد خروج القوات المقاتلين، المقاتلين الأجانب. المعلوم للجميع أن الدعم السريع استعان بمقاتلين أجانب الآن موجودين. الناظر إلى خارطة الوسط أفريقيا يعلم أن هنالك كثير من المقاتلين الأجانب موجودين. عندما نتحدث عن خروجهم من وسط الخرطوم، عندما نتحدث عن خروجهم وإخلاءهم للمناطق الخدمية ومناطق السكان، نعني بذلك أننا لا نريد أي مظاهر يمكن أن تمنع عودة الحياة الطبيعية إلى بلدنا.